خلصت اخبار الصحافه بتاعتنا، لكن ما ينفعش نعدي الحلقه دي من غير ما يكون معانا واحد من كبار النقاد الرياضيين، الاستاذ جمال الزهير رئيس تحرير اخبار الرياضه السابق، وواحد من القامات الصحفيه اللي بنعتز بيها عشان يعني ناخد رايه بقى في مباراه بكره، ماتش الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. استاذ جمال مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا عبد الرحمن؟ داش عامل ايه؟ الحمد لله بخير. حضرتك اللي وحشني جدا، يعني قيمه باسم حضرتك تكون معانا، دي حاجه تشرفنا جدا. لا تحت عمرك يا عبد الرحمن على طول في اي وقت يا حبيبي. ربنا يخلي حضرتك. كل سنه حضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير. الله يخليك. قول لي بقى، شايف مباراه بكره ازاي بين الاهلي والترجي؟ طبعا هي مباراه بين فريقين من الفرق اللي بيطلق عليهم فرق بطوله. طبعا. يعني سواء كان النادي الاهلي ببطولاته المعروفه محليا وافريقيا ومشاركاته في مونديال الانديه، فالنادي الاهلي يعني يلعب للبطوله فقط امام فريق برضو من الفرق اللي بتعرف توصل للي هي عايزاه، حتى لو بينقصها اي عدد من اللاعبين او اي مقومات يعني، انما برضو بتفضل المباراه بينهم مباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة ما تقدرش تحدد. طبعا بنتمنى ونتوقع أن النادي الأهلي بإذن الله بعد عودته من مباريات دوري المجموعات يعني مر بظروف كده معينة، إنما قدر يتغلب عليها، ثم لقائه مع الرجاء قدر مستوى الاهلي يتطور جدا في الذهاب والاياب، واعتقد ان مباراته ان شاء الله امام الترجي باذن الله رغم ما يقال عن وجود غيابات في فريق الترجي، الا ان لعيبه الاهلي ومستر كولر بخبراتهم الكبيره اكيد هم مقدرين قيمه نادي الترجي. طيب هل غياب جمهور الترجي هيكون عامل ايجابي في صالح الاهلي، ولا الفرق الكبيره اللي زي الاهلي والترجي ما بيفرقش معاها تلعب بجمهور او بدون جمهور؟ لا طبعا ما تفرقش، وعشان كده دايما بنقول انه الجمهور بيبقى له بعض التاثير، لكن في ظل ظروف معينه وغابه الجماهير الفريق ده مش هيتخلى عن كل طموحاته، وبالتالي يعني اهم حاجه ان لعيبه النادي الاهلي ما ينخدعوش بكل الكلام اللي بيتقال على عوامل تضعف من الترجي. يعني رأي من رأي حضرتك طبعا، لان كمان معاهم مدرب مخضرم كابتن نبيل معلول، يعني معاهم كابتن نبيل معلول، ومعاهم كمان بقول لحضرتك عندهم خبرات كبيرة جدا مهما كانت الغيابات، وسهل جدا لما نقول ان هم بيغيب عنهم حارس المرمى معز بن شريفيه وغيلان الشعلالي وحمدو الهوني ورياض بن عياد وهاني عمامه. طب ما احنا عندنا ايضا في النادي الاهلي في غيابات، ومع ذلك احنا بنتكلم على الامر الواقع. الامر الواقع انه الفريقين امام 90 دقيقه في تونس ثم 90 دقيقه في القاهره باذن الله حاسمة جدا، وهي بإذن الله اللي هتصعد بالنادي الأهلي إلى الدور النهائي يعني. طبعا طبعا كلام حضرتك كله صح طبعا أستاذ جمال. عايز أخد بس من حضرتك في النهاية سريعا عشان هننتقل لمباراة اليد دلوقتي، توقعك للمباراة وهختم مع حضرتك على طول. هي طبعا الفوز، والتوقع بإذن الله النادي الأهلي يمر من هذه المباراة بنتيجة تكفيه في مباراة العودة للتآهل بإذن الله، مع كل الاحترام لفريق الترجي التونسي. نتمنى إن شاء الله أستاذ جمال، وألف شكر جدا لوجود حضرتك معانا في 7 دي سبورت، شرفتنا ونورتنا.